بالتأكيد أن ما حصل هو فعل سيء جدا وفعل همجي لا يمت يعني التحضر بأي صلة. هو رسالة حقيقة سيئة للداخل والخارج. أولا الرسالة التي وجهت من هؤلاء يعني المجاميع الهمجية، هذه الرسالة هي رسالة أعطت للداخل العراقي بأن هناك فوضى أمنية كبيرة جدا وأن الدولة ضعيفة وغير قادرة الأجهزة الأمنية للسيطرة على الشارع. هذا واحد. الأمر الآخر هو رسالة أيضا للخارج بأنه هذه الفوضى الأمنية هي بيئة طاردة للاستثمار، طاردة للسياحة، وطاردة حتى لكل لمن يرغبون حقيقة بأن ينفتحون على العراق. اليوم العراق حقيقة في بحبوحة من الاستقرار أو حصل على بحبوحة من الاستقرار. هؤلاء أنا أعتقد أنه لا يروق لهم أن يكون العراق مستقرا، طيب، وأن يكون الشارع العراقي فرحان والعوائل تطلع وتقعد وإلى آخره. هذه الإساءة هي ليست للمصالح الأمريكية، هذه الإساءة هي إساءة للعراق ولأمن العراق وللسلام في البلد، لأنه كما أسلف الأستاذ دعامي لأنه هذه المصالح هي نعم هي براندات أمريكية، هي شركات أمريكية، ولكن مالكيها والعاملين بها معاملين عراقيين ومالكيها عراقيين. لا هو الرأي الآخر دكتور علاء، الرأي الآخر يقول لك نعم هي العاملين عراقيين بس هو الماركت البراند أمريكي، وانت جاي تدعم الامريكان اللي يدعمون الاسرائيليين، واحنا نريد ننظف البلد من اي مصالح امريكيه اسرائيليه. انت اولا اسمح لي، هناك تجربه في اندونيسيا وتجربه في ماليزيا حول المقاطعه، يعني يقول التقارير بانه ماليزيا اغلقت اكثر فروع كي اف سي هي واندونيسيا. ليش اغلقوها؟ لانه أغلب الأندونيسيين والماليزيين امتنعوا للذهاب إلى هذه المطاعم، وبالتالي هذه المطاعم أغلقت أبوابها، خسرت. هذا الفعل الحضاري اللي موجود في كل العالم. يعني اليوم إحنا في بريطانيا هنا، خل أسولف لك شغلة وراح نقول لك إياها عن واقع حال، يعني أنا ما راح أقول لك بشيء أنا بالخيال أو قاري أو إلى آخره. والله العظيم، والله العظيم، أقسم بالله، والله تالله، إحنا عندنا شبابنا أولادنا، والله ندخل للسوبر ماركت ويقولون هذه بايكوت، يعني هذه مقاطعة وذيك مقاطعة وهذه مقاطعة، البايكوت كله باي بايكوت، يعني لا يشترون بيبسي ولا يدخلون الستاربوكس ولا يروحون المكدونالدز ولا يروحون أبدا. واسألوا الشباب، سووا استطلاع، أنا أتمنى حقيقة من القنوات تجي ويشوفون الناس شلون متعاطفة. فالتعاطف لا يعني أنه أنت تهجم على مكان وتكسره مهما يكون، حتى لو كان الأمريكي. أنا ضد المصالح الأمريكية بس